بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ممكن في برنامج الريفت نحسب بثلاث طرق الطاقة من بروجكت انفورميشن. بلاقي انرجي سيتنج، فبلاقي هنا الانرجي اناليتيك موديل. بيعتمد الموديل على حاجة من التلاتة، يا اما ان انا اقول له يوز بيلدينج اليمنت فهو هيبدأ يشوف الحوايط والابواب والشبابيك والسقف والارضية، او اقول له يوز ماسز هيبدأ يشوف الماس اللي مرسومة، بحيث ممكن يكونش مرسوم المشروع بس مرسوم بس الفكرة، فيبدأ هو يظبطها لزونز، او استخدم الاثنين. طيب انا دلوقتي لو انا عايز استخدم الماس، هبدأ ارسم ماس، فهاجي هنا وهقول له انا عايز ارسم ماس من ماسنج اند سايت، واقول له امبليس ماس، وابدأ ارسم الماس بتاعتي من هنا. يعني متأكد ان الشكل بتاعي مغلق، واقول له اعلم على الشكل كله اللاينز، واقول له كرييت فورم. طيب دلوقتي عمل لي الماس ديت، فانا هاجي اشوفها في 3D، الاقي ان الارتفاع زاد شوية، فهاجي هنا تمام وابدأ انزل بالشكل دوت. دي الحدود بتاعتي، فاقول له فينيش ماس. ممكن اخفي كل حاجة واخلي بس الماس بتاعتي. اجي على 3D اللي هنا. طيب ال3D بيظهر معايا لان هنا الفيو سيمبل. هاجي هنا اقول له براوز اورجانيزيشن، واقول له اظهر لي كل حاجة، وادخل في 3D فيو، الاقي ان دوت، فادوس هنا واقول له انا عايز اعمل دوبليكيت، دوبليكيت فيوز، دوبليكيت، ودي اسميها اناليتيك موديل. واقول له اوكي. هنا هبدأ اقول له الغي كل حاجة، الفي في الغي كل حاجة ما عدا الماس، اظهر لي الماس. دلوقتي انا هاجي دوت اعلم على الماس، واقول له هنا ماس فلورس، وابدأ احدد الفلورس اللي عندي، واقول له اوكي تمام. هاجي دلوقتي بعد كده الخطوة اللي جاية، اقول له انالايز، اقول له من انرجي اوبتمايزيشن اعمل جنريت. هو يبدأ يقسم لي الشكل ده لزونات زي ما احنا شايفين.